بعدنا بالدرس الثاني لا بعدنا بالدرس الثاني بس عندنا موضوع جديد اللي هو اسمه عمل سؤال شنو يعني عمل سؤال؟ يعني تعال قل لنا شلون نسوي سؤال make question طيب شلون نسوي سؤال أولا نضع الأداة حسب الكلمة الرئيسية شون يعني؟ شون يعني أضع الأداة حسب الكلمة الرئيسية؟ خلينا أوضح لك شلون هنا مثل هاي الجملة يقول أنا أعمل في مستشفى كريسنت هسبيتال ريد كريسنت ريد كريسنت زين هو سئله والله هو هو شنو سئله لا هو شن سئله حتى يقول لهم انا اعمل في هذا ها هم سئله عن المكان يعني سئله عن المكان طيب فهمت القصة؟ لا أستاذ ما فهمت القصة أنا فهمك فهنا إحنا نشوف الكلمة الرئيسية هل إنه هذه الكلمة الرئيسية تدل على المكان تدل على الزمان تدل على شيء غير عاقل تدل على شخص لو إنها تدل على السبب ولو سبب ما عندك أو هم يردون من عند يسونه فإذا دلت على المكان أستعمل وير والزمان وين والغير العاقل وات والشخص هو والسبب واي هاي بطلتك بس الاساسيات واليس والنو نخلي فعل مساعد بالبدايه فهنا انت ايش قلت لي؟ اذا يسال عن شنو؟ المكان فراح نستعمل الوير نستعمل الوير خلصت لا شلون خلصت بعدنا بالبداية ثانيا ننزل الفعل المساعد وذا ما عدنا او نضع دو او نضع للجمع دو وللمفرد does بس من تخلي does حذف الاس من الفعل حذف الاس شنو هاي من الفعل لا استاذ هاي هاي ما افتهمتها تعال فهمك ليش لا عاد نجي هنا انزل فعل مساعد عندنا فعل مساعد وينه بين ما تعرف الافعال المساعده يا قليبي تنزيل الفعل المساعد اللي هي الإز والآم um والآر والواز والوير والهاف والهاز والكان can هلأ ننزلهم موجودات لا ما. إذا ما موجودات نسوي أه الاي جمع لو مفرد لا مفرد جمع خلي الدو نخلي دو, دو. خلصت لا تشاشوك بعد اليو تنقلب الى اي وبالعكس الاي تنقلب الى يو واليور تنقلب الى ماي وبالعكس الماي تنقلب الى يور يعني هاي الاي المن تنقلب الى, ايو. الى ايو. يو ونكمل وارك خوش زين أستاذ والكلمه الرئيسيه نضع الاداه حسب الكلمه الرئيسيه ونحذفها من هي الكلمه الرئيسيه شوي استاذ ما فهمت افهمك تدلل مو تدلل غالي والطلب رخيص شنو هذا اي نجي الى هاي الثانيه تعال سولفلي على هاي الثانيه هاي الثانيه بعد ليبي شنو هي الكلمه الرئيسيه اللي بيها الياس الياس شنو اذا شو راح نسوي مساعد فعل مساعد عندك فعل, فعل مساعد لا ما عندنا فعل مساعد إيش استاذ عندنا الهاف لا اكو هاف واكو هاف تو هاي هاف تو دي لا تنساها اذا عندنا فعل مساعد لا. لا ما عندنا فعل مساعد طيب اذا ما عندنا فعل مساعد شو نسوي للجمع. دو للجمع مو مكتوبه قدامك وداز للمفرد الاي جمع لو مفرد اذا لا جمع 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 نخلي دو زين الاي شو تصير؟ يو ونزل الجملة ونزل الجملة صار عندي سؤال زين ويليس شلون مو قلنا نضع الأداة حسب الكلمة الرئيسية ونحذفها نحذف الكلمة الرئيسية يا أبوي ها وصلت ها أعيدها أولا الكلمة الرئيسية لقيناها شنو يس يس يعني لازم ننزل فعل مساعد ننزل الفعل المساعد استاذ بس ما عندنا فعل مساعد اذا نخلي دول الجمع خلينا دول الجمع ثالثا نقلب الاي الى يو ونزل التكملة شنو هاي الهاف نسيناها صح تامثة عيدها استاذ اعيدها ليش لعد نجعلها هاي الكلمة الرئيسية يس إذا نخلي فعل مساعد عندك فعل مساعد؟ لا ما عندي إذا نخلي للجمع دو وللمفرد داز يلا الآي جمع لو مفرد؟ لا جمع خلي دو وراها الآي تنقلب إلى يو ونزل البقية بس شنو الخلل اللي عندك ترى انت ما تحفظ منطوق السؤال، اسمه make a question. زين. تعال نشوف. اوكي، شنو الكلمة الرئيسية؟ ها لازم نترجمها. يقول أنا عادة علي العمل عشرة ساعات يوميا أنا عادة أعمل عشرة ساعات يوميا طيب شنو السؤال شنو الكلمة الرئيسية أنا ما كاتبها صراحة إياها بس ما حد ما كتبك إياها لي شنو الكلمة الرئيسية أنا عادة أعمل عشر ساعات يوميا، إجابة المكان بالنص؟ وين أكو مكان؟ لا. هسه بالعربي تشيل وين الكلمة الرئيسية؟ أين تعمل؟ أين تعمل؟ قال أنا أعمل عشر ساعات. هو سئلة؟ بالعربة بالعربي أين تعمل؟ بالعربي العربي انا قلت لك انا اشتغل عشر ساعات انت ايش سالتني وانا قلت لك انا اشتغل عشر ساعات ياما يا ابويا انا جيت وقلت لك يا انا اشتغل عشر ساعات انت ايش سالتني حتى انا قلت لك انا اشتغل عشر ساعات يعني ذات تقول لي انت وين تشتغل اقول لك انا اشتغل عشر ساعات منطقي هذا الكلام وكبويه اين تعمل؟ اقول لك انا اشتغل بالمستشفى. ما اقول لك اشتغل عشر ساعات، من تسالني انت وين تعمل؟ اقول لك انا اشتغل بالمستشفى. صح لو لا؟ ولا؟ انا هسه سألك انا جيت انت سالت واحد سؤال. قال لك والله انا اشتغل عشر ساعات، هو انت ايش سالته؟ ساعة ساعة. عافية. نسأل سأل عن المدة how long سأل عن المدة how long أولا نضع الأداة اللي هي how long شوي شغل لمخك يا how long ثانيا ننزل الفعل المساعد ما عندنا فعل مساعد نخلي دو ثالثا اللي يصير الآي سيريو How long do you usually? و انزل بقية هاف تو ورك شقد انت تشتغل؟ قال انا عادة اشتغل عشر ساعات زين يلا نجي هنا اه شو راح نخلي نخلي في المساعد عندك في المساعد ايه صار عندنا الاز نزلنا الاز ورا الاز شو نخلي الاي آه، آه، ما عندي اي ها ايه صار عندنا اي بس هاي ما نحتاجها احنا نريد الحد الفارزه ما عدنا شيء يصير ازت از it... ات very hard work نجي لهاي يلا هنا أنا يقول أنا هاتو to عليه الدراسة أربع سنين اني درست اربع سنين هو السئلة اين درست يعني انا اقول لواحد اقول له انت وين درست قال انا درست اربع سنين هذا مخبل هذا كم سنه درست ها How long? how long نستعمل how long راح نستعمل عن المدة خلينا ال how long ثانيا ننزل فعل مساعد نخلي دو للجمع داز للمفرد بس هنا عدي ماضي هاي الهاد للماضي نخلي did ويقلب الفعل مضارع إيش ما لي اياها ما كتبتها تعال حبي فهنا راح نخلي ديت شوف هاي الهاد ماضي خلينا ديت اليو الاي شو تصير؟ تصير يو جيد ونزل هاف تو ستدي زين ليش حذفنا ذني؟ لان احنا قلنا نضع الاداة نحذف الكلمة الرئيسية هسه ركز وياي لقينا نو no, مساعد لقينا نو no. اذا إيش لازم نخلي فعل مساعد عندنا فعل مساعد؟ إيه عندنا yes. دونت خلي دونت لا نخلي دو والآي شو تصير؟ لا no, يو Do you want to be a doctor هاي اللي هناك كافي ما يحتاج كم واضح لا مو واضح شغلك ما عجبني ابد هسه أعيدها وياك وحده وحده منطوق السؤال لازم تحفظه اسمه ميك a question. نشوف احنا علي من نتكلم اذا نتكلم عن المكان وير ما جايبيها جايبيلك مده وجايبيلك فعل مساعد مو ها جايبين مكان لا جايبين مكان فهنا احنا سوينا هنا يسأل عن المكان خوش يسأل عن المكان سوى نستاد حذفنا المكان وخلينا الوير نزلنا الفعل المساعد إذا ما عدنا خلينا دو وبعدين اليو صارت اي ونزلنا الورك نجي على الثاني لقينا يس نزلنا فعل مساعد ما عدنا فعل مساعد خلينا دو واليو والاي صارت يو ونزلنا بقية الجملة هنا لقينا يس خلينا دو والآي صارت يو ونزلنا البقية هنا كذلك هنا يسأل عن المدة اللي يدرس اللي يشتغل بيها فنستعمل هاو لونج ما عندنا فعل مساعد خلينا دو وكملنا الجملة واليو صارت آي نجي على هذه هنا نزل فعل مساعد نزلناه ونكمل الجملة بس تكمل حد الفارزة دير بالك واضح ject